السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا الدراري جايب لكم الدوري المغربي ديال 2023. اذا الخوت نحاولوا في هذا الفيديو هذا نجربوا الاقمصه ديال الدوري المغربي جميع نوادي الدراري 16 نادي اللي كاينين في القسم الاول هذه السنه هذه اللي سنه 2023. اللي بغى الدراري هذا البشاره الدوري المغربي 20 غتلقاو صاحب القناه في اول تعليق. قبل ما نطول عليكم الدراري اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وخليونا لي لايك ديالكم باش تدعمونا الخوت في المحتوى هذا، وخليونا نبداو مباشره. اذا اول نادي عندنا الدراري كما كتشوفوا الرجاء الخوت بالدنيا ديالو كما كتشوفونا في القميص الدراري ديال الرجاء هنا والشعار ديال 1 اكس بيتا الدراري. اذا هذا القميص الاول الرجاء، اما القميص الثاني الدراري في اللون الاخضر كما كتشوفوا. اذا هذا هو الدراري القميص الثاني، وعندنا الدراري كما كتشوفوا هنا القميص ديال حارس المرمى كما كتشوفوا الدراري. اذا ثلاثه الاقمصه الدراري ديال فريق الرجاء، وعندنا الخوت كما كتشوفوا هنا حسنيات اكادير الدراري، هذا القميص الاول ديال حسنيات اكادير لهذا الموسم هذا الدراري موسم 2023. وعندنا كذلك القميص الثاني الدراري ديال الحسنيه هنا في اللون الابيض الدراري كما كتشوفوا هنا. وعندنا اخر قميص اللي هو قميص ديال حارس المرمى كما كتشوفوا. وعندنا الدراري كذلك هنا كما كتشوفوا قميص ديال اتحاد تورقة الدراري اللي التحق بالدوري المغربي هذه السنه هذه كما كتشوفوا. هذا هو القميص الاول اللون الاصفر والكحل الدراري بحال المغرب الفاسي تقريبا. وعندنا هنا الدراري القميص الثاني كما كتشوفوا ديال اتحاد تورقة الدراري كما كتشوفوا. وعندنا القميص ديال حارس المرمى الدراري اللي على هذا الشكل هذا الدراري كما كتشوفوا هنا. اما دابا الخوت كما كتشوفوا وصلنا هنا الفاتح الرباطي، عندنا هذا القميص هذا الاول الدراري كما كتشوفوا. وعندنا كذلك القميص الثاني الدراري ديال الفاسح، وهنا القميص الثالث كذلك، ثلاثه الاقمصه الدراري ديال الفاتح الرباطي. وعندنا كذلك هنا الدراري القميص ديال الحارس المرمى الدراري ديال الفاتح الرباطي كما كتشوفوا. كذلك هنا الدراري كما كتشوفوا القميص ديال المغرب التطواني وباللوغو الجديد ديالهم الدراري كما كتشوفوا. اذا هذا هو القميص الاول، اما القميص الثاني الدراري باللون الابيض كما كتشوفوا، هذا هو القميص الثاني ديال المغرب التطواني. وعندنا كذلك القميص ديال الحارس المرمى كما كتشوفوا هنا. وكاين كذلك الخوت كما كتشوفوا هنا اولمبيك اسافي بالقميص الاول، وعندنا القميص الثاني كذلك ديال اولمبيك اسافي بهذا الشكل هذا الدراري كما كتشوفوا. وعندنا كذلك هنا القميص ديال حارس المرمى ديال اولمبيك اسافي. وعندنا الدراري القميص ديال الشباب السوالم اللي التحق الموسم الماضي الدراري الدوري المغربي، عندنا القميص الاول وكاين القميص الثاني كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وعندنا القميص ديال حارس المرمى كما كتشوفوا بهذا الشكل. وكاين كذلك القميص ديال الوداد الدراري كما كتشوفوا، القميص الاول في اللون الابيض والاحمر الدراري كما كتشوفوا. عندنا كذلك هنا القميص الثاني ديال نادي الوداد، وكذلك عندنا الدراري القميص هنا ديال حارس المرمى ديال الوداد كما كتشوفوا. اما الدراري دابا وصلنا القميص ديال المغرب الفاسي كما كتشوفوا، القميص اللي خرجوا جديد الدراري بالزليج المغربي الدراري كما كتشوفوا، والمغرب مكتوبه كذلك على القميص الاول. وعندنا القميص الثاني كذلك في اللون الاصفر كما كتشوفوا هنا. وعندنا القميص الاخر اللي هو ديال حارس المرمى. وصلنا الخوت القميص ديال بركان كما كتشوفوا، القميص الاول باللون البرتقالي الدراري، وعندنا القميص الثاني كذلك هنا باللون الابيض البرتقالي، والقميص الاخر اللي كاين ديال حارس المرمى الدراري كما كتشوفوا. معنا الخوت عندنا القميص ديال الجيش الملكي كما كتشوفوا، القميص الاول هذا هو، وعندنا القميص الثاني الدراري القميص ديال العساكر الدراري الجيش الملكي القميص الثاني، وعندنا القميص ديال حارس المرمى كما كتشوفوا. وعندنا الدراري هنا القميص ديال فارس البوغاز اتحاد طنجة الدراري كما كتشوفوا هنا، القميص الاول باللون الابيض والازرق، وعندنا كذلك القميص الثاني الدراري اللي هو هذا، وعندنا قميص ديال حارس المرمى الدراري كما كتشوفوا. وهنا وصلنا الخوت القميص ديال اولمبيك اخريب الدراري كما كتشوفوا، القميص الاول وعندنا القميص الثاني كذلك بهذا الشكل هذا، وعندنا القميص ديال حارس المرمى ديال اولمبيك خريبكا. وهنا عندنا الدراري القميص ديال مولوديه وجده، القميص الاول كما كتشوفوا، عندنا القميص الثاني اللي هو هذا ديال مولوديه، وعندنا كذلك القميص ديال حارس المرمى الدراري بهذا الشكل هذا. اما الان وصلنا القميص ديال المحمديه الدراري، القميص الاول اللي هو هذا، وعندنا القميص الثاني كذلك هنا باللون الاحمر والاسود الدراري، القميص الثاني ديال المحمديه، والقميص ديال حارس المرمى كذلك. واخر قميص الدراري اللي غيكون معنا هو الدفاع الحسني الجديد كما كتشوفوا بهذا الشكل، القميص الاول وعندنا القميص الثاني الدراري اللي هو هذا ديال الدفاع الحسني الجديد، واخر حاجه هو القميص ديال حارس المرمى. اذا دابا الخوت غنتوجهوا مباشره وغنجربوا ماتش الدراري اللي غيكون الماتش اكيد ديال الديربي، نجربوا الوداد والرجاء الدراري في ماتش واحد فقط. بعد الخوت الا كان عندكم اي افكار نعاودوا اعاده بناء مثلا الفرق المغربيه، نبداو نبنيوهم كاملين الدراري في هذا الموسم هذا الموسم الجديد ديال 2023. المهم خليوا لي الافكار ديالكم في التعليق وان شاء الله نديروها في هذه القناه هذه. اذا الخوت دابا غنجربوا الماتش ما بين الرجاء والوداد الديربي المغربي، نحاولوا نجربوا الدراري الاقمصه فقط واللاعبين كذلك تشكيله جديده ديال الرجاء وكذلك تشكيله ديال الوداد. اذا نتقدموا مباشره. اذا الخوت ديربي الدار البيضاء كما كتشوفوا هنا الرجاء والوداد، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. في كل
المكان. مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة. طبعا الكم من النجوم على مباراة 90 دقيقة نترقبها جميعا من أجل مشاهدة ممتعة ومن أجل كتابة تاريخ لكلا الفريقين. الفريق الفائز هذا اليوم سيعيش ليلة تاريخية وجماهيرة لن تنام وستحتفل طول. إذن الانطلاقة ودادية الدراري، نحاولوا الخوت نجربوا هذا الباتش هذا. إذن هنا هجمة ودادية كما كنشوفوا الخوت. يلا يا مذكور مذكور حاول تقطع هذه الكرة هذه. يلا مرة أخرى لازال الضغط من الوداديين. يلا نحاولوا نقطعوا يا مذكور هذه الكرة هذه. مذكور كيتسوق قدري هنا على المترجي زكريا حذرف قد عليها الكرة هذه. مرة أخرى كترجع هجمة مرتدة للوداد. يلا يا مذكور حاول تقطع. مرة أخرى زكريا حذرف حاول تغطي حاول تغطي هنا. يلا هنا جبران جبران كيستعد لكن هنا الدراري حمزة مجاهد. هنا حمزة خاب الدراري بهذ الكرة هذه. نحاولوا نسمعوا شي هجمة لنادي الرجاء. مرة أخرى هنا حاتم البهجة. مرة أخرى هنا لحمزة خابة. يلا هنا يا سفيان بن جديدة كيطلق هنا باص لحذرف. حذرف مرة أخرى كيخرج هنا أسيس. نحاولوا نرفعوا هذ الكرة هذه. يلا المتابعة ولا أحد الدراري كما كتشوفوا هنا الدفاع ديال الوداد كتقطع هذ الكرة هذه وضعت على الرجاء. لمسة بينية يلعب الكرة. أول تسديدة الخط من جانب ديال الوداد كتضيع هذ الكرة هذه على الوداد. اللقطة الأخيرة كرة عرضية رأسية الخوت كما كتشوف هنا من جانب ديال الوداد وكتضيع هذه الكرة هذه. كترجع ضربة مرمى الخوت هنا الزنيتي. نحاولوا نخرجوا كرة طويلة هنا. يلا يا حمزة خابة كيرتقي لكن دفاعات مرة أخرى ديال الوداد. يلا نحاولوا نبقاو ضاغطين ونجيبوا الهدف الأول في هذا الديربي هذا الديربي كازابلانكا بين الوداد والرجاء. يلا واحد يقطع واحد يقطع هنا التسديدة لكن سهلة للزنيتي. في مباراة اليوم لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تسديدة الخوت هنا كانت من جانب الدراري حمزة مجاهد وكتضيع على الرجاء وكترجع مرتدة هنا ودادية. يلا هنا الدراري الانفراد أمام الزنيتي والهدف الأول ودادي كما كتشوفوا. إذا 1-0 الدراري في الديربي هذا الافتتاح اللي كان هي المطراجية الخوت من جانب ديال الوداد. إذا 1-0 تقدم ودادي على الرجاء. أمام خصمه يمر يلعب كرة بينية يحاول تمريرها من بين المدافعين. مرت الكرة بشكل جميل يحاول ان يسدد. الهدف التعادل الخط هنا كما كتشوفوا من جانب ديال الرجاء الدراري. اذا اصبحت النتيجه 1-1. حمزه خابه هو اللي كيمارك الهدف هذا. بكل هدوء فرصه هجوم معاكس. كرة عاليه على الطاير. ضاعت الخطة هذه الكرة هذه كما كتشوفوا من جانب ديال الرجاء. الخروج اللي كان ديال التاكناوتي لكن ما استغليناش الفرصة باش نماركيو الهدف الثاني الدراري. إذا هذا هو الخروج اللي كان ديال التاكناوتي وهنا التسديدة مباشرة مشات بعيدة الخطة على الشبكة وضاعت. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. لمسة بينية يلعبها ببراعة. حذرف الدراري كيضيع هذه الكرة هذه مرة أخرى من جانب الرجاء. كرة إلى الوراء يتعثر ويفقد توازنه. عادوا من بعيد لكن يحتاجون الى مزيد من الاصرار. مواصله الضغط عادت الكره تسديد العارضه الخط كما كتشوفوا كتحرم الرجاء من الهدف الثاني. المباراه الدراري اللي صعيبه صراحه. اذا هنا الدراري ورقه صفراء لجبران الدراري الخطا اللي ارتكبوا ضد لاعبي الرجاء. الكره سريعه يلعب كره بينيه. هنا خطا دفاعي الدراري كما كتشوفوا هنا من حركاس والهدف الثاني للوداد. اذا تقدم هنا متراجي مره اخرى كيعاود يماركي. اذا الوداد الدراري 2-1 على الرجاء. اعتقد انها بالفعل اذا الخط هنا خطا ودادي كما كتشوفوا في هذه الكره هذه. وصلنا للدقائق الاخيره من هذا الماتش هذا التجريبي الدراري بطبيعه الحال ما بين الوداد والرجاء. هنا تقدم للوداد الدراري 2-1. إذا ما بقاو ليصلى هذا الماتش هذا الديربي الدراري ما بين الرجاء والوداد. يلا خرج كرة هنا النهيري. لا زال الضغط من نادي الوداد مرة أخرى. يلا ما بقاو الدراري صلى الماتش. نحاولوا نخرجوا هذه الكرة هذه. يلا ما يتمركاش الثالث ونخرجوا النتيجة 3-1. يلا واحد يقطع واحد يقطع هذه الكرة هذه. خرج مرة أخرى حركاس. لا زال الضغط الدراري من الوداد في هذه اللحظات الأخيرة من هذا الماتش. يلا واحد يخرج كرة. لا زال الضغط هنا. يلا خرج كرة حركاس مرة أخرى. وصل الماتش الدراري على إذرة النتيجة هذه 2-1. إذا الانتصار اللي جا ديال نادي الوداد الدراري على الرجاء نتيجة 2-1. هذا الماتش هذا الدراري كان تجربي فقط فكنستنى منكم الأفكار ديالكم إن شاء الله باش نديرهم في هذه القناة هذه. ديروا الدراري إعادة بناء الفروق المغربية وكذلك إلا بغيتوا نديروا كون أسطورة الدراري في الدوري المغربي ونديروا مهنة مدرب
فخليوا لي الافكار ديالكم في التعليق وان شاء الله نديروها في القناه تاعي. شكرا لكم على المشاهده. الله.